حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية محمد الدراجي إن العراق دخل بعد 2003 موجة جديدة من القروض الخارجية والاستدانات جراء انخفاض أسعار النفط وعدم كفاية الموازنة في أغلب الأحيان. وأضاف أنه كان هناك لبس واضح واختلافات في تقدير حجم الديون الخارجية الجديدة للعراق نظراً لوجود ديون أخرى قبل عام 2003، موضحاً أن الديون تترتب عليها فوائد باتت تثقل كاهل العراق ويجب تصفيتها والوصول إلى نتائج نهائية في معرفة حجمها وكيفية سدادها. حذر خبراء اقتصاديون من خطوة وصفوها بالخطيرة أقدم عليها البنك المركزي العراقي، تتمثل بإقراض الدولار ومن ثم إعادة تسديده بسعر الصرف. ولأن الخطوة التي أقدم عليها البنك لم تملك أي ضوابط أو معايير تضبط عمليات اقتراض الدولار، أكد الخبراء أن ذلك سيجعل منها طريقة محتملة لاستلام الدولار وتهريبه أو بيعه نقدا بالسعر الموازي ومن ثم إعادة تسديد قيمته بالسعر الرسمي والتكسب من فروقات الأسعار. أفادت تقارير اقتصادية بارتفاع الحوالات الخارجية خلال مزاد البنك المركزي في العراق بنسبة 94%، حيث بلغت قيمتها 209 ملايين دولار. وأوضح البنك أنه باع خلال المزاد نحو 220 مليون دولار، غطت مبيعاته بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسوية الدولية للبطاقة الإلكترونية و1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وكذلك للنقد. قالت الحكومة في بغداد إنها قررت إرسال 615 مليار دينار لتأمين رواتب موظفي كردستان العراق. هذا وما زالت الاحتجاجات الخاصة أو احتجاجات المعلمين والمحاضرين في محافظة السليمانية وعدد من مدن كردستان العراق تتجدد بين حين وآخر للمطالبة بصرف الرواتب والترفيعات الوظيفية، محملين حكومتي بغداد وأربيل وخلافاتهما السياسية مسؤولية تأخر رواتبهم طوال الأشهر الماضية. أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بضبط 9 موظفين في دائرة صحة محافظة صلاح الدين لتورطهم بعملية تلاعب وهدر لأكثر من ملياري دينار من المال العام. وأضافت الدائرة أن المتهمين أدرجوا أسماء وهمية ومكررة ضمن قوائم الأشخاص الذين أجريت لهم مسحة أنف لغرض تشخيص الإصابة بوباء كورونا، وهو ما تسبب بهدر مبلغ يزيد عن ملياري دينار في عقود وهمية لشراء مواد مختبرية تستخدم لمسحات الأنف خلال عام 2021. ولنا هذه انتقال سريع مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.